الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وعسر الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صلاة تنجينا بها من جميع الناظرة بركة شاملة منا إلى حضرات روح نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرات أولاده وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ثم إلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين وعشرة المبشرين، ثم إلى حضرات جميع البدريين والوحديين والحنينيين والخندقين وبقية الصحابة كلهم أجمعين، ثم إلى حضرات جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى حضرات جميع أرواح المؤمنين. اللهم زدهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وبحق وجهك الكريم، يسر سيرنا وسهل أمورنا وفرج كروبنا من قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا إلا شفيت من النار. اللهم اجعلنا من العابدين الصالحين والأغنياء شان والذنوب من الكبائر والصغائر، وقربنا بالأعمال الصالح والمعارف الإلهية والعلم والفضل. يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمنا برحمة تغنينا عمن سواك. مشركين وأهلك الظالمين من الكافرين. اللهم شتت شملهم يا جبار، وفرق جمعهم يا قهار. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تحرمنا رؤيته، وأوردنا حوله المورود، واحشرنا تحت ظل لوائه المعقود، وأجرنا اللهم من هول يوم القيامة بركة دعائنا واستغفارنا لمن اجتمعنا هاهنا بسببه وتلونا القرآن العظيم لأجله. ارحم اللهم مثواهم وبل بالنيران. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل بي، وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.